السلام عليكم غزالة ديالي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. المهم البنات، الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله غنديروا لي بات بالخضر والدجاج، كيجيب رائعين وتادي ديال البنات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. المهم كيما كتشوفوا البنات، غنحتاجوا عندنا هنا لي بات. انا حصريت نوعه ديال ليفيس، نتوما احتاروا اللي النوع اللي بغيتو. عندني هنا واحد البصله مشلضه رقائق، عندي واحد جوج خيزويات محكوكين رقاق، وجوج قريعات محكوكين توما رقاق، وموتزاريلا، وعندي هنا الدجاج مقطع طريفات السدر، وعندي البنات هنا الشامبينيون. وغنحتاجو في العطريه غنحتاجو الملحه والبزار والطمه ديال الدجاج، كنور ديال الدجاج، وشويه الزبده. المهم البنات، اول حاجه كنا كنعرفوا كيفاش نسلقوا لي بات، كنديروا الماء حتى كيسخن، وكنديروا فيه واحد الورقه ديال سيدنا موسى وشويه الزيت البلديه، وكنخليو الماء حتى كيغلى، وكنزيدو عليهم لي بات. المهم انا خليتهم يتسلقوا كما قلت لكم البنات، نتوما ازو لي بات اللي بغيتو، الاشكال اللي بغيتو، راه فيها بزاف ديال الانواع. المهم انا راني ندير الزبده، وغنسوطي هذاك البصله اللي قطعتها شرائح رقيقه البنات، خليتها طويله وقطعتها رقيقه، غنسوطيها مزيان هي الاولى حتى نحسو بها نزلت لينا شويه، عاد غنضيفو المقادير الاخرين. صافي البنات، شوفوا كيفاش اللون ديالها كيتذهب. كنضيفوا على هذاك الكميه ديال الدجاج اللي عندي، الصدر ديال الدجاج او البيبي اللي بغيتوه البنات، اللي عندكم متوفر ديروه. وغنضيفوا هنا واحد شي شويه الملحه، الملحه حسب الذوق، وغنضيفوا الابزار. صافي البنات، كما كتشوفوا دابا تصوط علينا هذاك الدجاج. غنزيدوا القرعه اللي حكيت جوج قرعات، حكيتهم في الحكاكه غليظه باش يخرج لنا شي شويه غلط، حيت ملي غيتسوطو غتهبط لينا ما غتبقاش باينه. صافي، وغنضيف حتى الخيزو انا هي باش تندمج ليا القريعه مع داك الدجاج والبصله، وغنضيف عليها الخيزو حتى هو باش يطيحوا لينا بجوجهم دقه واحده. ملي كنديروا البنات العافيه تكون شي شويه مهيله، ما تكونش مجهده باش ما يتحرقوش لينا الخضر، باش هما يطلقوا هذاك الماء ديالهم، هما الماء ديالهم هما اللي يطيبهم. المهم كما كتشوفوا راني ضفت هنا خيزو حتى هو محكوك بنفس الطريقه، هاي جربوها البنات هاد ليباط، والله حتى كتجي واعره وكتجي بنينه الصراحه. انا بلاتي كيحمقوا عليها كيفرحوا من نهار كنديرها ليهم، هاي جربوها كيحمقوا عليها كبار وصغار. انا كتعجبني، لان كنبدلوا على داك ليباط اللي كنعرفوا دائما بلاصوص بلاصوص ديالي كطلع لهم في راسهم، حتى حنا كطلع لنا في راسنا. يعني هكا بالخضر انا بناتي راه ما كياكلوش ليا كاع الخضر بحال هكا الخيزو والقرعه، والله ما تياكلوها ليا الا طيبتها هكا المرقه والو، ولكن فاش كنديرها لهم هكا بالطريقه هذه في لي بات، والله البنات حتى كياكلوها، يعني كياكلوها بلا يطري ليهم، كتعجبهم. وكداك الخيزو كيتعسل كيجي تيطلق هذيك الحلاوه ديالو، كيجي واعره وكياكلوها، والله ما تياكلوه كما قلت لكم في المرقه ولا شي حاجه. المهم هات الوصفه هذه تياكلوا الخيزو، كيوليو ياكلوا الخيزو وياكلوا القرعه. المهم كما كتشوفوا دابا راني صافي تصوط عليا داك نزل هذاك القريعه والخيزو، راني زدت الشامبينيون عندي هنا، راه كنت شديتو غسلته وخليته تسقط. صافي، وغنضيف هنا انا ضفت واحد نص ديال الطامه ديال البنه ديال الدجاج، ضروري البنات ديال الدجاج. صافي، حيت ولو كندير الملح والبزار وصافي، وفي الاخر عاد كنضيف هذاك الضامه ديال البنه باش كتعطي داك المذاق ديالها. صافي، كنخليهم يندمجوا شي شويه، وداك الشامبينيون حتى هو ياخذ من هذاك المذاق ديال البصله والخضره. صافي البنات، غير دغيا كتوجد، ما كتشدش كاع الوقت بزاف، يعني ديروها الغدا ولا العشاء راه كتجي اكله سريعه وبنينه. المهم نتوما البنات ديروا العافيه تكون كما قلت لكم، تكون شويه مهيله ما تجهدوش، هذاك الشيء عافيه تتحرق لكم الخضره. انتم ماشي راه هي داك الخضره هي كتطلق هذاك الماء ديالها هي باش كتهبط. صراحه انا كتعجبني هذه، كتجي خفيفه وزوينه ولكن كتشبع. المهم كتشبع. صافي دابا البنات، ها هي راني قلبتها في الطاوه، واش يمكن لي غنخلطها غير مع داك لي بات اللي تسلقوا وصفيتهم هنا لي بات، خليتهم تصفى. دابا راني ضفتهم على داك الحشوه اللي خلطنا ديال الخضر، كما انا درت نصف الكميه، تنخلط داك الشيء مزيان. خلطات تندمج لينا داك الخضره وداك
لي بات صافي البنات، ضفت الكميه اللي بقات. دابا غنشعل عليها غير بوطه واحد، ماشي غنجهد، غير بوطه مهيله باش نضيف فيها داك الفرماج باش لا بردات لاصوص، الا بردات الحشبه داك السخونيه ديال البوطه. هي غنشعل عليها تسخن هي الطاوه البنات، ماشي غنشحرها، غير تسخن ليها الطاوه واحد 6 جنيه بدلتها من الطاوه لطاوه، تسخن ليها داك الطاوه صافي غنطفي عليها. دابا صافي راني ضفت هذاك الفرماج، هو اصلا بالسخونيه راه غيدوب، غير باش الطاوه حيت انا اصلا كانت عندي بارده فاش خويت فيها لاصوص، ما عاودتش شعلت عليها باش سخنتها تما. صافي غنخلطها مزيان، يندمج لينا داك الخضار ولي بات والفرماج. صافي واد البنات الفرماج راه ملي كيدوب كتجي معلكه، راه شوف راه باقي ما دابش، باقي مع السخونيه عاد غيدوب. والله الا يجربوها البنات راه كتجي واعره، ما تندموش عليها في الصراحه، كتجي بنينه يعني، راه المقادير متوفره كلها بيت، ما فيها حتى شي حاجه كثيره، ودغيا كتوجد ما فيهاش الخدمه، ومن الفوق كتجي بنينه. غير جربوها صافي. الشير بنات داك الفرماج صافي، هي الطاوله دخلت مع السخونيه، راني طفيتها ها هو بدا تيتعلق. كنحركي بشويه، راه ماشي بالجهد باش تخسروا داك لي بات، راه بشويه حسيت داك الفرماج صافي بدا تيتعلق. صافي غنخليها وباقي هو غزيد يدوب. شتيوا البنات كيتعلق داك الفرماج، ايوا صافي البنات دابا راه هي وجدات. دابا ان شاء الله غنديرها غير في طبق التقديم وناكلوها ان شاء الله باذن الله. يا الحلاوه ديالها تاكلوها البنات سخونه، كتجي زوينه، ما داك الفرماج كيكون دايب يا سلام. صافي البنات ها هو الشكل ديالها، بحط ما حطيتها في الطبق النهائي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، و الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا اكبر عدد من اللايكات، تبارطاجي الفيديو مع الاقارب والاصدقاء. وبسلامه عليكم البنات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بسلامه عليكم.